جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الدعاء في السجود هل يكون في الصلاة المفروضة وفي النوافل أم في بعضها دون بعض؟ جزاكم الله خيرا. الدعاء في السجود في كل الصلوات فريضة أو نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود هو محل للدعاء والاجتهاد فيه، سواء كان هذا السجود من فريضة أو من نافلة. نعم.